السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيداير انا الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، ما كاين يشوش، الله يحفظنا ويحفظكم. ما جات تلعبة؟ كاين تلعبة والو. هادي ما كنطلع كنبغي نعرف بان كاين شي حاجة، كنقول غنطلع خصني نلقى شي حاجة. سبحان الله العظيم هاد النهار هاد الايام ديال العجاجة عرفتي، الغبرة ولات هنا، الغبرة ديال العجاجة ماشي ديال الغبرة ديال العجاجة كتجي لهنا. ان شاء الله الخوت غادي نطلقوا الحميمات هما الاولين، لان الجو كيسخن، كيف قلنا كيسخن. دابا الله جيت من العمل ان شاء الله غادي نطلق الحميمات وانا معكم، الله يرحم الوالدين. بسم الله الخوت على بركة الله، نطلقوا الحميمات هما الاولين. كيف قلنا الحمد لله راه ما جات حتى حمامة الخوت، ما جات حتى حميمة، انتي وتما باغين يخرجوا. بالنسبة للوليدات اختهم اللي خرجوا لي دوك الوليدات الصغار، راه خرجوا، يمكن على ما اظن خرجوا. نتمنوا انه شي شي الخوت واحد البيضة، شي نتوما بيضات اللي هي مشكلة، والله الا مشكلة. شي نتوما الخوت بيضات، ها نتوما شي نتوما بيضات، شكون هي الله اعلم. دوك الولاد ما بغيناهمش يخرجوا، راه ما خرجوا، راه خرجوا الخوت الولاد. العيونيات هي ما بغيتهاش تخرج، راها خرجات العيونية، خرجات هيا طارت 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 العيونية. كيف قلنا العيونية الخوت طارت، فين هما الحميمات؟ راه طاروا شي بعضين، هادو خاصهم يطيروا يمكن. صافي طارت هادي الولاد، الولاد الخوت طاروا جوج، شوف تماما طاروا جوج الخوت ديال الولاد، طاروا جوج ما خصهمش يطيروا. ما كنتش باغي نخرجهم انا، ما كنتش باغي نخرجهم، هما طاروا جوج. كيف قلنا الخوت جوج وليدات طاروا، اين هم؟ ها انتم، واحد هو، هو فين تالف؟ هو جاي، ها هو جاي، شتو هو هذا، ها هو واحد، ها هو طاير، والاخر ها هو هنايا معلم مع هادو. ما بغيناهمش الخوت يطيروا، الوليدات ما بغيتهمش يطيروا، ونتمنوا الخير، نتمنوا انهم يهبطوا، لان الطيران الخوت راه صعيب الطيران. هذا هذا خصو يهبط، هذا ها واحد جوج فيه معلين، جوج نتيوات. كيف قلنا ما بغيناش الخوت نتيوات يطيروا، شنو بغات يطيروا لينا؟ ساعة طاروا، بقى واحد اللي بقى، ها هو هو هذا الدفلي، هو اللي بقى، الاخرين راه طاروا بجوج. شوف عندك يكونوا طاروا ثلاثة، لا لا واحد راه هو لداخل، صافي داك الصغير ورا الخوت راه باقي لداخل، راه هو لداخل، نحلوا ليه باش ياكل. شو تبارك الله الخوت فين علاو نتيوات؟ الحمد لله ما طلقنا مشاو. شو واحد الحمامة كي جاية، واحد من دوك الشنابر اللي يمكن، لا 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 هذا كبير. نخرجوا الخوت هذا بعدا لهنا باش ياكل هذا الاكل. نتوما بيضات لينا، ما عرفتش شكون هي، غادي نقلبهم باش نعرف شكون هي النتوى اللي بيضات. كيف قلنا ما تشوف تبارك الله الخوت الاناث فين علاو، اللهم بارك، ان شاء الله يكونوا موجودين. ومعاهم الخوت حتى العيونيه اللي مضروبه في جناحها راه كاينه معاهم، راه ماما فين علاو. امسح الشاشه الخوت، بانت لي الشاشه مضببه. ماما شوف هما جايين، راه يبانوا لكم، الله يرحم لكم الوالدين. ها كنمسحها الشاشه، راه ما مشاو تبارك الله طايرين مزيان. حنا دابا نشوفوا الوليدات فينا، هما اللي خاصنا نشوفوا. ها هو هذا كيفرفع غادي يهبطهم، هذا خصو يبدا يحنقز، ها هو يبدا يحنقز مزيان مزيان. زيد فرفر 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 هاكوك، زيد زيد زيد. ها واحد هبط، شوف، لا هذا كبير، زيد فرفر فرفر. الا بداو يفرفروا الخوت غادي يجيو ان شاء الله، الا بداو يفرفروا غادي يجيو. انا ما عرفتش دابا فين هابطين، زيد فرفر 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 فرفر. الا فرفروا غادي يجيو باذن الله. كنمسح الشاشه الخوت، سمحوا لي الله يرحم الوالدين، باش كنمسحها. هذا ديال فاطمه الزهراء ديال الدادر ديالها، سرقتو ليها. ها هو واحد، شو 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 واحد، هذا الطوبي، هذا الطوبي. ان شاء الله الخوت الوليدات غادي يجيو باذن الله، وكل شيء باذن الله. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ها ماما، ها الخوت، ها العيونيه هي جات، العيونيه اللي مضروبه الخوت هي هبطات، العيونيه اللي مضروبه هي هبطات. باقي لي الوليدات، ها ماما، ها الوليدات، ها الوليدات الخوت. نشوف، لا 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 لا، كبار هذو كبار. ها هو الطويبي، شوف شوف الطويبي كي غادي، الطويبي غادي منير تبارك الله. هادو نتيوات الخوت الكبار،
ومعاهم ولد العيونيه حتى هو كبير. شي واحد حمامه رايم مع الياه هذا باغي يطير الخوت. كيف قلنا راه هذا خطا كبير الخوت فاش طلقتهم، راه ما خصهمش نطلقهم بحال هكا صغار. هذه هبطات هذه العيونيه، حتى هي عيونيه ديك الدفنيه سماريه الخوت ماشي عيونيه سماريه راه هبطات. يا ربي يجيو الوليدات، دابا كنتسناو غير الولاد، كنتسناو غير الولاد. هو طار الخوت واحد، اللي بقى راه طار صافي، اللي بقى الخوت راه طار. دابا هما طارو ثلاثه الوليد هو هبط، هذا اللي طار هو جا هبط بوحدو الحمد لله. طويبي واحد هو واحد نشوف، لا هذا فيه الطرطاقه، هذا كبير الخوت، هذا اللي هبط كبير. يعني الوليدات راه باقي ما بانوش ليا، الوليدات بجوج باقي ما بانوش. حنا غادي نشوفوا شكون هي الحمامه اللي فيها البيضه الخوت، لان هذه اللي فيها البيضه راه ما غاداش تهز ان شاء الله، ما غاداش تهز لهذا السباق ديال قلمين، لان كيف كما يقال الاجواء راه شاقه، الجو الخوت راه صعيب بالنسبه لهذا السباق ديال قلمين. يعني راه مطلق كما يقال انتحاري، راه هضروا عليه في الجروب وقال لك مطلق انتحاري، هادشي اللي سمعناه. وبالنسبه للماكله الخطره هي اللي خلط لهم البارح، هي هذه راه فيها ديك الاوميغا 3 وفيها الرودوسو، هي اللي غادي نعطيهم ان شاء الله. راه خبيتها في البرميل بعبوله راه ما شافتهاش. اول شي حمامه، لا لا الخط، نشوفوا الحميمه فينا هما. هي دوك الزغالي، ما هي الزغالي الخطره، مرامه بداك السطيح، مرامه بداك السطيح. ها الاخرى، شوف 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 شو فين هبط ليا، شوف الخط فين هبط، او في ديك الدار الحمراء، الدار الحمراء هذه لتحت والله الا في الدار الحمراء. ونتمنوا الخوت يجيو، الوليدات نتمنى انهم يجيو. راو راو ها هو طلع، راه فوق الحيطه الخوت في ديك الدار الحمراء. نتمنوا انه يجي باذن الله، وكل شيء باذن الله، حيت الاولاد بحال هكا صغار الخوت ما خصهمش يطلقوا، الاولاد خصهم يطلقوا كبار. ها هو جاي، هو جاي، هو طار، هو طار. شوف 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 فين هبط، هو هبط في الدار هذه اللي حدا الزوينه، هذه هي راه فوق الحيط. وواحد راه هو لهيها مع شي حمامه اخرى في هذا السطح، هذا راه السطح عندهم غير الدجاج، مربي الدجاج ذاك السيد. نتمنوا من الزغلول يجي. الله تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين. الخوت اللي بديك الدار اللي قلنا اللي حدا الدار الزوينه، الحمد لله هو طار وتم جاي بغى يهود، راه جا الخوت بغى يهود. هو مازال كيدور حوالين اللوفت، هو كيدور ان شاء الله يجي باذن الله ان شاء الله. قلنا ان شاء الله الخوت هاد الحصيره راه لقيتها في الزنقه، هادي قلعوا على شنو غندير بها هاد الحصيره. قلت لولد اختي غادي نعس عليها، هو في هاد الدار، ها هو الخوت جا، شتي هو في هاد الدار، هو غيجي دابا ان شاء الله. ها هو واحد فيهم، واحد الخوت راه هو لهيه غاتسطيح، راه هو شي حمامه. هذا هو غادي نغز ليه دابا الحمام، غادي يجي نغز ليه دابا الحمام، غادي يجي ان شاء الله دابا. خوت الحميمات هما جاو، نتيوات هادو غا الإناث هما جاو. بالنسبة للوليدات راه باقي ما جاوش الخوت، باقي ما بانوش، واحد بان ليا فواحد السطح، واحد ما بانش ليا. نتيوات دابا كيدورو معاهم واحد الحمر، واحد الشنبور حمر، جابوهم حين بيعات. حنا كنتسناو دابا الزغالي اللي يجيو. خرجت ليهم هادو هما اللي كانوا داخلين، هادو راه خرجتهم. ها الحميمات الخوت هما شوكية وسيرو سير، نتمناو فيهم الخير فهاد السباق ديال قلميم إن شاء الله. واخا هو سباق انتحاري تيقول لك غامر ولا غادر، نتمناو الخير هذا ما كان. معاهم حتى ديك السماريه الخوت اللي جات الاخرانيه، هي اللي كتقوس دابا بغات تهبط، راه مسكينه مهلوكه مسخسخه، باغا تهبط داوت الفوا مسكينه حتى الحي بيعات. هي الاولى اللي غادا تهبط ان شاء الله، ها هي والله المستعان. وكنتسناو الوليدات يجيو دابا ان شاء الله باذن الله. الحميمه الخوت هما كيدوروا على المنزل ان شاء الله، هما كيدوروا، هما غادي يهبطوا دابا باذن الله. كنت هما اللي قلنا، اللي قلنا الخوت هما بداو كيهبطوا، تبارك الله تبارك الرحمن، يا ربي تجعل فيهم الخير. ونتسناو الخوت الزغالي ديالنا يجيو ان شاء الله، راه باقي واحد راه باين حدايا هبط واحد السطح حدايا، واحد راه ما بانش الخوت، واحد من الزغالي راه ما بانش. ها الحميمات هما بداو يهبطوا ولله الحمد. المنفوخه الخوت هي فوق الحيط، المنفوخه غادي تمشي للقلميم ان شاء الله، هي هادي. باقيين شي ثلاثه الحمامات اللي باقيين ان شاء الله، وعاد نزيدو الزغاليل هما تخلعوا. هذا شي زغلول جاي الخوت هو اللي يكون خلعوا 100% والله اعلم. انا قلت شي شنيبر هذا اللي جاي، ها
هاد الشنبور ملي كيجي كيبغي يهبط كيهبط بواحد الطريقه بشكل تيخلعهم بحال داير بحال بؤميره ولا بحال قدي ديال الطير ولا الله اعلم كيتخلعوا. ها بابا ها واحد فيهم نشوف ها واحد فيهم الخوت. لا لا فيه سيف بيض هذا فيه سيف بيض الخوت ماشي ديالي. ها واحد الزغلول ماشي ديالي فيه سيف بيض. راهو مشى لجهه السوق فيه سيف بيض ماشي ديالي. حنا باغيين غادي لنا الخوت يلا الله المستعان. حنا مازال كنتظروا الخوت وانا نقولوا دخول الحمام تماما دخول الحمام الى اللفت. حنا كنتظروا دخول الحمام الى اللفت يلا الله المستعان. في العشيه غادي نطلقوا الحمام الحمد لله الخوت كيف قلنا ما كتبش نطلقوا التدريب ديال البارح راه ما كتبش نطلقوه قدر الله ما شاء فعل وماشي مشكل الخير فيما اتاه الله. هذا ما كان احنا مازال كنتسناو الخوت ان شاء الله ونتمنوا الخير. يلا تحياتي لكم الله يرحم الوالدين. انا طويل وحده وجه الحمد لله هو هذا واحد راجا راه خرجت لهم الدفليه الخوت باش يهبطوا خرجت الزغالي الاخرين اللي كيطيروا على اساس باش يجيو بعد الحمد لله وحده وجه اللي هو هذا هو غيدخل الاخر باقي خوت طاير والاخر تالف نسبة المعقول. هذا راه ما خلا تاقن تالخوت تبارك الله ماشي تاقن زعما بزاف هو غيجري عليه ما تجريش عليه. ها هو يبدا يتابعو يبدا يخلع فيه كيف قلنا الخوت الاخر بالنسبه للاخر باقي طاير مزيان تبارك الله راه طار مزيان ونتمنوا انه يجي حتى هو وان شاء الله غادي يجي باذن الله. ما خصوش هذا باس لا تذكر هذا باس يلا خلي يدخل ديك البلاصه فيها السلكه الخوت عليها ما دخلش ديك جوج ثقبات اللي من اللي راه اصلا سدهم خليها اربع ثقبات على حساب الديكلاراسيون او يهبط يدخل دابا ان شاء الله الشنبور. كيف قلنا الخوت باقي الشنبور الاخر تالف والاخر طاير تا هو مزيان راه طاير مع واحد النتيوه. هاي النتيوه هي عاد جات الخوت هذه اللي باغي ندير الشخم هي هذه اللي كانت مرضات لنا راكم عقلتوا عليها. حيت تاع الباك مانيتيك غادي نهبط الدكار ان شاء الله بالدخل دخل او اهبط ندخل الخوت الدكار هذا ندخلو لان غادي نطلق الدكور باذن الله. صافي هو دخل هيا انت وغتهبط هيا انت وهبطت هذه اللي غندير الشخم ان شاء الله الخوت باذن الله غادي نلاقيهم. انا بغيت خليت الشخم غير باش يولف الوكر ديالو باش يتصار تماك. ها هو الشنبور الاخر الخوت راهو غادي شتو راهو غادي بغينا ندخلو غير هذا الاخ بغينا ندخلو هذا باش نعاد نحماقو مع الاخر ما بغيناش باش ربما يطير لنا هذا ونسقو له الاحمر ل 7 فرنك. هذا خصو يدخل كيف قلنا هذا خصو يدخل وعاد غادي نشوفو مع الاخ الاخر ديالو ان شاء الله وان شاء الله غادي يجي الخوت ان شاء الله غادي يجي نتاكد منه باذن الله غادي يجي وكلشي باذن الله. ندخلو هذا نشوفو الخوت ندخلو من الباب الا بغى يدخل اصلا حيت كانوا مولفين الباب هنايا. ها هو جا الخوت نشوف لا 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 هذا فيه الطرطاقه هذا كبير الخوت فيه الطرطاقه نتوا تخرج لينا. زيد اوليدي زيد دخل اونتري ها واحد هو دخل صافي. دابا الخوت نتسطاو مع الشنابير ديالنا ان شاء الله والله يرحم لكم الوالدين. هذه هي اللي غندير الشخم باذن الله. ها هو الولده واو لا عادي نتوا عاوتاني نتوا هي عاد جات الخوت واحد النتوا هي ما عرفتش فين كانت واحد الدفيليه هي عاد جات. يلا تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين. حنا معكم حتى يهبطوا الحميمات وغادي نطلقوا الدكور. هي نتوا عاد جات الخوت شتوا غنطلقوا ان شاء الله الدكور وغادي نطلقوهم في العشيه راه غدا عندنا جمع الحمام يوم الاربعاء كيف شتوا الخوت في البروغرام ديال الفيدراليه الوطنيه. نتمنى هاد كيف كنقول هاد السباق هذا ديال القنون يدوز بردا وسلاما باذن الله نتمناه. هذا ما كان يلا الله يرحم لكم الوالدين. حنا مازال كنتظروا. السلام عليكم ورحمه الله. هنا الخوت فين كنت كنبين لكم سمحوا لي راه الصوت كان مشى ليا من الميكرو ما فهمتش شنو قصت فيه. الشنبوره مشى لهاد الجهه جيت حي السلام يعني راه تبارك الله الزعله واحد راه جا هبط ودخل وواحد راه مشى لهاد الجهه جيت حي السلام وان شاء الله هنا فين غادي نمشي ندخل الشجنه لداخل وغادي ندخل الإناث. هنا التخليطه قبل ما غادي نبين لكم التخليطه شنو فيها غادي نمشي ندخل الإناث باش غادي نطلق الذكور باش ننتهز الفرصه الذكور يكونوا طايرين ان شاء الله وعاد غادي نخلط التخليطه. هذا هو الولد هذا او واحد فيهم هو اللي شيرت لي دابا ان شاء الله دفلي
هو غادي ندخلو، والتفليله الاخرى بقى طاير. ولكن الحمد لله حتى الاخر المطاف الخوت وجا. كيف قلنا سمحوا لي الخوت الفيديوهات ما قدرتش نمسحهم، انا ما بغيتش نعاودهم، لان هذا الفيديو صورتهم في الصباح، دابا انا بالنسبه للاوديوات راه كنقولهم في العشيه باذن الله. دابا دخلت نتيواتي ان شاء الله بها باش غادي نطلق الدكور، كيف قلنا بها باش غادي نطلق الدكور ان شاء الله، وعاد غادي نهضر على بركه الله. الخوت هنا على بركه الله غادي يتم اخراج ديال الدكور، لان كيف كتعرفوا الاجواء في الصباح كتكون شويه بارده احسن من العشيه. العشيه كتكون الحراره ما كنقدرش نطلق، راكم عارفين تريكومونوز، لان هاد في هاد الاسبوع الخوت الرابير ما درناش البي اس، درنا اورني سبيسيال، يعني من الاحسن الحمام، كيف كنقولوا من الاحسن الحمام ما يطيرش في الحراره، لان مازال جايه الطيران ان شاء الله باذن الله. هنا الخوت كيف قلنا، سمحوا لي، كيف قلنا المره الثانيه الصوت راه مشى ليا، وكنعاود هنا غير اوديو من فوق الاوديو من فوق الفيديو. طلقنا الدكور بمشيئة الله، ومن بعد عاد غادي نوريكم الاكل ديالي. الاكل الخوت هو هذا كيف كتلاحظوا، مناش كيتكون، ولي برودوي اللي غادي نخدم مع الاكل اليوم. كيف قلنا اليوم الثلاثاء، غدا الاربعاء، غدا غادي نهزو الحمام ل 660 على ما اظن 660 ناحيه قلميم، راه قلميم خطير على الخوت. هذا الماكله السبور ديال الساك، الماكله السبور ديال الساك. وبالنسبه شنو زدنا معاها هنا، الكاردي والروز، وهذه الماكله ديال الجلبانه اللي خدينا من عند خونا نور الدين، وهذه طوب انرجي. وغادي نخلط هذا الاكل كامل الخوت ان شاء الله، غادي نخلطو. غادي تبان لي ديك طوب انرجي راه ناقصه شويه، لان الطوب انرجي فيها الدهنيات بزاف، يعني واحد الحبوب غنيه بالطاقه بالدهنيات، يعني كيستافد منها الحمام ان شاء الله. هي اللي غادي نقص دابا واحد شويه، غادي نقص من هذا الاكل، وغادي نحطو على حيده، وغادي نجيب واحد نص باله ديال هنا. ها هي زدنا نص باله ديال طوب انرجي، نقصنا من داك الاكل وزدنا الانرجي. ها هي اللي فيها الزريعه، وفيها زريعه الكيف، راه غنيه بالزيت بالزيوت الطبيعيه اللي كاينه في زريعه الكيف. هنا الخوت ان شاء الله غادي نخلطو معاها الاوميغا 3، ديك الزيت ديال الاوميغا 3، كنخلطو الاكل بيدينا، ومن بعد كنديروا ديك الزيت ديال الاوميغا 3. تقريبا درت الخوت 3 ديال المعالق، الملاعق اولا المعالق، بحال درنا 3، ومن بعد ما حركنا عاد درنا 2 ديال لي برودوي. بالنسبه لهذاك يعني راه كل برودوي الخوت وداكشي باش كيخدم راه كيكونوا مصورين فيه واحد العيبات. بالنسبه لذاك كوارتز ولا كارتز ولا بحال هكاك تقريبا، سمحوا لي الخوت راه الاسماء القاضيه في الطاقيه كيف كنقولوا، وكيف ما قلت ديما عاد جلول راه شاكوش محلول. قال لك كينمي الدماغ، عليها درتو لهم انا اكسبري، درتو لهم دابا هو والرودوسو، لان لي برودوي اللي كانوا من نفس الشركه راه بامكانك تخلطهم، نفس الشركه بامكانك تخلطهم، ما كاين حتى مشكل، يعني ما كاينش شي تفاعل ولا شي تجانس ولا شي حاجه توقع لهم، ما كنظنش. هادشي على ما يقال والله اعلم. من بعد الخوت ما سالينا الزيت، دابا حركنا الزيت، راه درنا الزويت، راه ماشي زعما درنا داكشي الطبق طايط، ديك اللعبه ديال نص معلقه وحرك تكون ولا ما تكونش، لا زيتنا الماكله. انا داكشي اللي عارفين عليا كنتهلا في الحمام باذن الله، كنتهلا. من بعد ما حركنا مزيان عاد كنديروا الرودوسون. الرودوسون غنقولوا الخوت ساله، الرودوسون والله العظيم الا بقات فيها نص معلقه اللي بقات فيها، لان الماكله تقريبا كاينه واحد الكيلو ونص حتى لجوج كيلو ديال الاكل تقريبا اللي دابا اللي كنحرك. زدنا الرودوسون، غادي نزيد واحد نص معلقه، خليت نص معلقه اللي خليت، نص معلقه هي اللي خليتها الخوت، راه هي كتبان لكم. ومن بعد ان شاء الله عاد غادي نزيدو داك البرودوي اللي مرسومه فيه البصله ومرسومه فيه الباربه، وهذا هو هذا. وان شاء الله الحميمات غادي يهبطوا. بالنسبه للولد الخوت غادي يغفلني، الولد راه باقي تالف ليا، وان شاء الله غادي يغفلني، لان كنكون حاط الهاتف اللي كنصور به كنكون حاطه حتى لواحد اللحظه ما عرفتوش منين جا، وتبارك الله راه طار، اللهم بارك، يعني راه ما نقدروا نقولوا ما خلاته، قلت راه طار وعلى مزيان ولله الحمد في اخر المطاف. المهم انه جا، وهذا بعد الله، بعد فضل الله عز وجل، وبعد وبفضل الدعوات ديالكم وفضل الخدمه ديالي حتى انايا. يعني الاولاد ما كنخليهمش نخرجهم ديك اللعبه ديال شمشهم، ما كنشمشهمش،
والحمد لله جاب الله التيسير وما ضاعش. دابا الخوت الماكله على بركه الله. الخوت بالنسبه للذكور الحمد لله هما جاوا، وكيف قلنا الذكور الخوت ما طاروش مزيان، ماشي بحال الاناث. الاناث خرجوا من الدرب او من الحومه كما يقال، الدرب من الحومه خرجوا، والذكور ما خرجوش الخوت، ولكن ما كاينش المشكل. الذكور علا ومزيان وهبطوا. بالنسبه للزغلول انا كنشير لي راه ويا فين كاين الشنبوره، مشى نيشان ضرب الدوره من ليا ومشى لهاد الجيل، جيت تابريكت يعني غطس الحمد لله وضرب الدوره كبيره ومشى، مشى نيشان، مشى لحي كريمه يعني مشى بحال نقولوا تلف والله اعلم. وان شاء الله في اخر المطاف الخوت غادي يجي باذن الله، راه مشى على بركه الله، هبوط موفق ديال الذكور الخوت. وان شاء الله في هاد اللحظات غادي يهبط الولد وقول بني، يعني هبط ديك الساعه الهاتف كان محطوط. انا دخلت للكولوار الخوت وكنوري لكم، انا غادي نوري لكم الولد راه جا وهبط. ها هو هذا الدفلي محروق يعني خو، راكن هو هذا هو زوميتو. شوه الحمد لله ان الولد كيف قلنا الخوت ما ضاعش ومشى طار تطار وتلف ولله الحمد، وجا وهبط بوحدو ما درت معاه حتى محاوله. وبالنسبه للذكور كيف كتلاحظوا انهم سخان تبارك الله، راه ما بغاوش يهبطوا يدخلوا. وكاين بعض الذكور اللي كيطيروا مزيان يعني كيبقاو يدوروا على اللوفت بحال هكاك، خليناهم حطينا لهم الاكل وعطيناهم الاكل ديال السبور اللي كنا خلطنا باوميغا 3 والرودوسون داك الكوارتز ولا شنو سميتو، ولله الحمد دابا الامور طيبه. دابا كتسنى غير الذكور الاخرى تهبط ونهبط في حالي انا باش نعس. ديك الساعه راه تقريبا كانت الخوت قريبه 9 ديال الصباح، هادشي اللي كاين قريبه 9 ديال الصباح ولله الحمد. الحمد لله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. كيف قلنا الخوت كيف العاده بسم الله ديما، بسم الله توكلنا على الله. بعد ما هبطوا الذكور كاملين واحد الانثى هي هذه الخوت، شوها هاد الانثى راه خلطنا لهم بعدا واحد القضيه، خلطت لهم الماء، درت لهم بالغازول في الماء بالغازول، وما عرفتش الذكر هذا واش غادي نصيفطوا ولا لا. هذا اللي كيهيج دابا راه الدفلي، الدفلي فيه سيف بيض هو اللي ضيعنا خوه. وكنقول لهم يمكن محال ما غاديش نصيفطوا لانه حبس جوج مطيلقات ما لعبوهمش، ما غاديش نصيفطهم. وكيف قلنا الخوت واحد النتيوه يلاه جاتنا، ماشي يلاه جاتنا من المطلقه، من النتاوي حطلقت النتاوي ومشاو تلفوا ليا. هي هذيك اللي كنت شيرت ليها راه هي طوبيه، جات هبطت مع الذكور ان شاء الله، راه كتاكل معاهم في الاخر غادي نعزلها عند الاناث ان شاء الله. ما عرفتش فين كانت تبارك الله، يعني حمامه دي جات هي ما لعبتش المطلق اللي فات، حيت جوج طوبيات ما لعبتهمش المطلق اللي فات، كانوا باقي مريكيبيرا واش ما رجعوش الصحه الكامله ديالهم. والحمد لله دابا غادي نعزل الوليد، هو هذا راهو كياكل في المعيل فادفلي، وغادي نعزل الانثى غادي ندخلهم من عند الاناث ان شاء الله، وغادي ندير التحيه ان شاء الله وغادي نهبط. دابا راه الذكور هبطوا كاملين الخوت الحمد لله، الذكور هبطوا كاملين ولله الحمد. ونتمنوا الخير في هذا السباق الجاي ديال قلميم اللي غدا ان شاء الله الاربعاء غادي تجمع الحمام وغادي تطلق على ما يقال النهار السبت هذا ما كان. والحمد لله وراه الايام قول ميم الخطره اللهم بارك، راه الله يستر العافيه نط في النخل، في الراس ديال النخل الخوت العافيه نط ولله الحمد على بركه الله. عاوتاني كيف العاده الخوت بالنسبه لهذا الاخ الله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي متبعينا يدخل عندي الواتساب، راه تلفات لي النمره ديالو، راه داخل ب اف سي سي 7079 هذا في لي كومونتير ديال 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 اليوتيوب. الله يرحم لكم الوالدين، بحال كنقلب على مختفون النمره ديالو تلفات ليا عليه، دابا قلبت عليه. بغينا غنشكرو على واحد التعامل دارو الله يرحم ليه الوالدين، ها هو غادي يشوف راسو وغيدخل عندي الواتساب الله يرحم ليه الوالدين. راه قلبت عليه في الواتساب وانا قيدته بالسميه وقلبت عليه ما لقيتوش، دابا هو غيشوف راسو وغادي يدخل عندي ان شاء الله. من بعد الخوت ما عطينا الحميمات ما نكذبوش على الله، راه ماكله وكيف كتشوفوا هايجين ما مسوقينش الاكل هاد الايام، راه كنشبع الحمام ما نكذبوش على الله. ودخلت الحميمات حليت ليهم اللوفت ديالهم دخلتهم وعزلت لديك الانثى اللي كاينه معاهم ودوك الزغالي اللي هابطين مع 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 الذكور. عزلنا الخوت الزغالي دخلناهم اللوفت ديالهم، وان شاء الله هنا من بعد هذا الفيديو هذه اللقطات هادو راني درت التحيه صافي ودرت بحالي نعست. حتى لدابا راني كنعلق على هذه الفيديوهات ولله الحمد، ما عرفتش الميكرو الخوت شنو درت فيه، شنو قصت فيه، شنو هذا، اولا ما مشارجيش الله اعلم، يعني الميكرو ما خدمش ليا، مشاو ليا ضاع ليا الصوت ولله الحمد. كل شيء باذن الله الخوت،
هذا ما كان كل شيء بإذن الله، ورحنا واقفين بإذن الله. هذا ما كان، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وبالنسبة كيف قلنا رضيجة هدرت على التدريب ديال البارح، راه ما تدربتش الخوت مع الإخوان ديال الجمعية، وكيف كيف ما كنقول تحية الإخوان الجمعية، راه كاع الأعضاء ديال الجمعية ولا الإخوان الجمعية عزاز عليا، الله على ما أقول شهيد، بغيت نقول صائم، الله ما على أقول شهيد، لأن عزيز عليا الأخ زكريا، الأخ عفو، الأخ مروان، أنا عقلت على سميتك، والأخ سفيان، والأخ ميروش، كلهم عزاز عليا ولله الحمد. هذا ما كان هادو كيف الخوت كيف قلنا هنايا، أنت شو كنهضر أنا نسكت وعلم الله شنو كنت كنقول الخوت. تحية الخوت والحباب، خونا عمر وخونا سمير، خونا البشير، خونا سفيان ديال حي بيعات، وكاع سفيانات كاع فيما كانوا سفيانات، خونا عبد الصمد الغالي ديال الخميسات، وخونا صالح ديال هولندا، وخونا محمد من فرنسا، وخونا عبد الملك من فرنسا. الخوت اللي كيحبونا وكيبغيونا وكيسالوا علينا، الله يرحم لهم الوالدين كاملين. من بعد ما دخلنا الخوت راه قلنا تحيه، ومن بعد ما دخلنا الحميمات هما كنعات هنايا فهاد الزغالي اللي دخلت لنا النتوى، ودخلنا الزغالي حيت دخلنا كلهم عاد عزلتهم. هنا كاين هاد النتيوه هادي، وكاينين دوك الزغالي اللي كاينين لتحت، عاد من بعد عزلناهم ودخلناهم اللوفت ديال الاناث وصافي هبطت فحالي. الحمد لله الامور طيبه لحد الساعه، ودعيو معنا في المطلق ديال غدا ان شاء الله ديال نهار يوم الجمعه اللي هو قلميم. وقلميم راه ما غاديش يدوز سهل، سولت عليه راه غادي يدوز صعيب، والحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله، والله يرحم لكم الوالدين اخرها، الله يرحم لكم الوالدين. الخوت قلت تحياتي لكم، والله يرحم لكم الوالدين، وتحيه للناس كاع اللي كيحبونا، خونا جهاد وكاع الاخوان اللي كيحبونا، الله يرحم لهم الوالدين. وغدا ان شاء الله خليكم معنا في جمع الحمام باذن الله، ونبغي التفاعل يكون اكثر الخوت باذن الله. غدا جمع الحمام لسباق ديال 660 كيلومتر ناحيه قلميم، الله اعلم تنقول انا 660 كيلومتر ناحيه قلميم باذن الله غدا الاربعاء. يلا الخوت تحياتي لكم، والى فيديو قادم بحول الله كيف كنقول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكيف قلت في اخر المطاف اخر بس ساليت الخوت الفيديو، الله يرحم ليا وليكم الوالدين باذن الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.